التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة حامل بجد. مبروك 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 علينا. من رابع المستحيلات الا تنجذب قطه بيضاء عديمه وجعانه الخبره الى مخزن الخبرات الذي ساقني اليه القدر. عجبتك الانسانة الطيبة؟ ازيكم؟ وحشتوني قوي. هي فيفي معاكم؟ أنا سامعة صوتها. أيوة في التالت يا بسيمة. مش قادرة على الحمل ده. أنا بقيت حمل عليكي. النفس اللي بيخرج مني بقى حمل. الدقيقة اللي بتمر عليا بقت حمل. طلبك إننا نبتدي حياة جديدة عايزة قوة مش عندي. رحت عشان عايزة أحس إن مفيش حاجة. لما هشوفك هشوف أستاذي قاعد مع مراته، ولا هتوجع ولا هغير ولا هبقى عايزة أصرخ وأقول للناس إنك بتهرب. وأنت عايز تريحني بجد؟ ابعد وما تقربش تاني. بتحبيني يا آية؟ كنت ما بقتش. وكأن أغلال كثيرة تقيد كل جسدي، وكأنها تمد كفها الصغير وبمهارة فائقة تفك عقد الأغلال التي أكل عليها الدهر وشرب.
وكلما تحررت من احد اغلالي كلما ازدادت درجه شعوري بالخفه والرغبه في التحليق. أنا كدبت، اتخانقت مع الأهل وبعتوه عشان يسألوا عليه، وأنا ما بحبش أكدب، ما بحبش أتحط في الموقف اللي أنت حطاني فيه دلوقتي. أهله يستاهلوا أكتر من اللي أنت عملته معاهم بكتير، مش هما اللي وصلونا لده؟ عمري في حياتي ما اتحطيت في موقف ما عرفتش أتصرف زي دلوقتي. خليه والنبي خليه عدم، ما تقولهمش إنه هنا. خليه إزاي بس؟ هو كلب، هو مش عايز يرجع له، وهو قال لك بنفسه انه سابهم خلاص مش هيرجع. ده باع الدنيا كلها علشاننا واشترانا احنا، وانا مش عايزه من الدنيا دي غيره هو. وانت لو قلت له ما يمشيش مش هيمشي. انت لو حرمتنا من بعض احنا الاثنين نموت. الكلام ده يتقال في السينما ما يتقالش هنا. مش انت بنفسك اللي قايل لولا مشاكل اهله دي ما تتمناليش راجل احسن منه؟ يبقى ما تحرمناش من بعض. ابوس ايدك يا عدوي والنبي، والنبي ما تحرمنا من بعض. ده انا ردت فيا الروح اول ما رجع عشان خاطري.
امسك كده الفوطه دي افردها كده على رجلك. افردها افردها. ده انت نمت كميه نوم. كل يالا بلاش مرقعه. كل غاوي انت قافله من جاي. والله بس انا عايز انا مش عايزك تتكلم. انا عايزك تاكل في اخر زيدك. انا وتنام كما لو انك اخر مره هتنام في حياتك. لغايه ما تصلب طولك كده وترجع تقف على رجلك زي الرجاله. يا سيدي الرجاله. يلا كل. ماشي يا اسطى علي. تسلم ايدك. اتفضل. انا صراحة محرج منك جدا يعني. مش عارف اودي جمالك فين، من اول اللبس للاكل للدواء للفرش. انا اللي لك يا استاذ عدو كان زماني جثه مرميه في الشارع. بره بعيد. احنا ربنا على نعمه الصحه. الحمد لله. اللي يشوفك قدام وهي بتجري في وشك دلوقتي ما شافكش من اسبوعين وانت مسورة من ايديا. كان اصعب يوم في حياتي. انا فعلا كنت هنتحر يا استاذ. استغفر الله العظيم. عارف ليه يا اسطى كنت هنتحر؟ عشان خاطر حبيبة. علشان اكتشفت ان انا ما اقدرش اعيش في الدنيا دي من غير حبيبة. عشان كده جيت لك. انا عارف ان انا ما عرفتش اقنع اهلي. وعارف ان انا سببت لك في اذى كبير. بس انا لسه عند قراري. طلب ايد حبيبة. بس المرة دي وانا مقطوع من شكرا. عايزك تحكم عليا بمعرفتك بيا، عشرتك ليا. على فكرة أنا مش شاري حبيبة بس، أنا شاري أخواتك كمان، اللي خلتك، خلت معزتك عندي وغلاوتك كأنك من دمي. وأهلك يا ابني. أنا مش هينفع أرجع لهم. حتى لو أنت موافقتش على قراري أنا مش هرجع لهم، ساعتها بقى أشوف أنا هروح فين ولا أجي منين. بس أنا مش هرجع لهم عشان ده هيكون أريح لي وأريح لهم. أنا أستعدي وقررت أعيش حياتي بالطريقة اللي تريحني وباللي أنا عاوزه. وأنا مش عاوز حاجة في الدنيا دي غيركم. يا ابني مفيش حد بيعمل اللي أنت بتقول عليه ده. لا أنا هعمل كده. جربني. قعدتك جنب الأسبوعين اللي فاتوا وخوفي عليك. لما لقيت نفسي سبت كل حاجة حتى الورشة. حد مطيب وترجع أحسن من الأول. حسوني أنا كمان إنك من دم يا آدم. مؤاخذة يعني أنا أفهم من كلامك ده انك مش هتمشيني. انت طاير؟ مش معقول اقرا معاك الفاتحه من غير ما تكون طاير. مش كفايه اتجوز اخويا لاختي؟ وكمان اتجوزته. مبروك مبروك ألف مبروك استعدوي. كنت عارف كنت جيت وباركت بنفسي. كان عندنا شوية ظروف بس أنا أخويا الصغير اختفى فجأة. ساعتها مش عارفين نفرح. ساعتها احنا مش عارفين نعيش. بس احنا كمان مش عارفين بالظبط اختفى فين يعني. اتخطف ولا انتحر ولا مات ولا ولع ولا رفض. هو انت ازاي اللي خدت من حياتك فجأة كده؟ بعد وسطنا كلنا كده محدش فينا فرق معاك. لا انا ولا اخواتك ولا حتى امك. راجل انت كده بقى خلاص اتجوزت
وانبسطت وفرحت وبتقصت الخليج يا قد الدنيا. انت حتى ما حصلتش عيل، انت مش بني ادم من اصلك. الهداوة يا استاذ احمد، اخوك برضه اخويا. الله ما استخدم قال لي مبروك على الجواز، مبروك على المستوطات بتاع الاصول. مستني ايه؟ روح وراه. تعال معايا. لا باين امارات رجوله بقى. راح فين؟ الله يرضيه، مش هينفع اروح لهم كده. انا خايفه قوي يا عدوي. عرفت ان كلام اخوك كان صح؟ عايز الارض تنشق وتبلعني من كلامه بس. ها عملت ايه مع اخو حبيبي؟ يا راجل شكله لسه شايل مننا. اديني فرصه افكر. شكلي قفل الموضوع. انا رايي ان كده احسن. خلاص بقى اسمهم في حالهم. طب ايه؟ انا رايي النهارده. انا عايز اسهر. خليني اخلص اللي في ايدي الاول وبعدين نشوف. مساء الخير يا بابا. انت بتعمل ايه؟ تسمح تسيبينا لوحدنا؟ حاضر. عليك يا عم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا هنا باخد مين؟ مين اللي بره؟ افتح يا رفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. فيفي فيفي الحقيني يا فيفي يا فيفي. انا قادر يا رفيق. افتحي. في ايه؟ بتندهي كده ليه؟ ما بتفتحيش الباب ليه؟ مالك؟ مين اللي بيخبط كده؟ آدم. سيبنا آدم والله. افتح. خليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا الاثنين اوبشنز دول، عندنا الفرنشايز الفرنساوي والايطالي. يا اما ناخد الاثنين يا نديم، بس ساعتها هنلغي مع فرانشيسكا بقى، ايه رايك؟ كده بعد ما اتفقنا على كل حاجه؟ وايه المشكله؟ هطلع اجيب التو اوفرز ونقرر دلوقتي. ماشي. هسخن؟ ربعايا كده. بص بقى. انا مش عايزه اي طريقه على طبيخي. انا طول ما انا بطبخ حتى بسيمة على فيديو كول وهي بتقول لي اعمل ايه بالظبط بالمقادير والميزان، فلو الاكل بقى ما طلعش حلو وما طلعش زي بتاعها دي مشكله نفس بقى مش مشكله تانية. خلينا نشوف. ايه جت على السيره. انا اصلا كنت هكلمك اطمنك، احنا لسه ما اتكلمناش. انجي في حاجه؟
كويس. طيب الحمد لله. ولو ما كانش احمد جه وشافك كنت هتكمل الفيلم اللي دخلت نفسك فيه ولغتنا منه ده ازاي؟ لا انا كنت هرجع. بس هترجع امتى؟ لما نكون خلاص نسينا شكلك؟ ماما وصلت. يا خوفي لا تروح فيها. خش جوه خش. ادخل دلوقتي بسرعه. ادخل. تربسين الباب ليه؟ مالكوا؟ مفيش حاجه. لا في حاجه. فين ربنا؟ مفيش اوسع من رحمته لما يستجيب للدعاء. يستجيب للدعاء يعني ايه؟ انتي رايحه فين؟ انا بتكلم معاكي. ايه يا نادر مالك؟ انا مش فاهمه. وانا اللي مش فاهم وعايز افهم. عايز تفهم ايه طول الطريق وانا بقول لك ان مفيش حاجه؟ انت اللي مصمم. وانا بقى مش مصدقك. خلي بالك انا مش هقدر اسالك طول الليل. ايه انت طريقتك متغيره معايا بقى لها فتره. من امتى يعني؟ لا انا بصراحه ما حسبتهاش بقى لها كام يوم. بس اللي انا عارفه انك بتهربي انك تخرجي معايا، ولما بنخرج مع بعض بتتعاملي كاني مش موجود. مفيش مره ابص لك فيها الاقيكي مركزه معايا. بحاول اسيبك براحتك علشان ما تقولش عليا زي ما عطيه بيقول على دلال ان هي لازقه. المفروض ان دي حاجه تبسطك علشان تعمل اللي انت عايز تعمله. يبسطني ليه؟ مش فاهم. هو اي كلام في اي حته وخلاص. انت عايز تتخانق تتكلم على اللي عايز تتكلم معايا، تشرب براحتك، تهزر مع اللي عايز تهزر معاه. انت مش فارق معاكي اهزر مع اي حد او اتكلم مع اي حد؟ ولا انت قصدك حد معين وتلقاها بالكلام؟ لا انا ما كانش قصدي حد معين. انت ايه اللي خلاك تفهم ان انا قصدي حد معين؟ يعني مثلا افرضي واحده بتعكسني او انا بحاول مثلا اعلقها. لا انا واثقه ان انت بتحترمني وبتحترم وجودي ومش هتعمل كده مع واحده. واحدة؟ مع أي واحدة يعني؟ هو أنا ليه حاسس بلقمة في كلامك؟ ليه حاسس إنك بتلقحي عليا بحاجة مش عايزة تقوليها؟ أنا ولا بتلائم ولا بلقح، أنا تعبانة وعايزة أنام بجد. إيه الجديد؟ هو ده اللي أنت بتعمليه لو صفت إحنا الاتنين مع بعض في البيت؟ يا اما بتطلعي تنامي اما تروحي تلعبي على البيانو. وانت بتقرفي مني؟ يعني مثلا انا ريحتي وحشه. انت تقلت في الشرب بقى. شربت كتير؟
ما تبقيش عايزاني ليه؟ انت بتحبيني؟ الو؟ هاي بسيم. لا مش قصدي، خرجت وسبت التليفون ولسه راجعه. ايه في ايه؟ ادم؟ ايه اللي حصل؟ عرفته منين؟ أنا شايفة إنك تروح لمراتك تطمنها، زمانها قلقان عليك هي وأهلها، وأنت كمان تلاقيك هتموت على قلقها شوية اللي سبتها في يوم دول. ولو إنك غلطان إنك أنت سبتها وجيت، حتى لما أحمد عرف سيبها عشان مين يعني؟ ناس عايشين زي الأموات، عقلهم هيشد عليك ما يولعوا. انت قررت من شهور ونفذت قرارك. احنا بالنسبة لك مالناش قيمة. لا لا، ده مش حقيقي. لا حقيقي وتمام، يعني احنا كمان اتعودنا على حياتنا من غير وجودك فيها. اهو الكلام ده بقى بجد مش حقيقي، لان انت بالذات كنت هتموتي من قهرتك عليه. عشان ست غبية كنت فاهمة غلط خالص. في اي حاجه تخصه في الغسيل؟ ايه؟ وانت يا فيفي ابي شوفي دولابك لا يكون في حاجه من حاجاته جات لك بالغلط. انت هتاخد كل اللي يخصك، مش هترجع البيت ده تاني. روح كمل خطتك زي ما رسمتها. اوعى خيالك يصور لك لثانيه اني ممكن اسامحك على اللي عملته فيا، او اغفر واقول حصل خير، او اقبل اللي انت عايزه لحسن ما ترجعش تاني، لأنك بالنسبة لي مرجعتش ومش هترجع. مش هتاخد حاجة من البيت ده، لأن اللي هنا ما يلقش على اللي هناك. اتفضل اخرج برا حالا. وده بايع بالفكرة وما عندوش إحساس، والقلب
تمشي مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل وناس عنك تشيل همك ويفرح ولو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة بيكره وده.